النجاح الكبير اللي حققه مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه الدسوقي واللي بيجسد فيه شخصية شاب مصاب بمرض التوحد خلى كتير من الناس على السوشيال ميديا يتكلموا عن الأطفال المصابين بالتوحد، وابتدينا نشوف أكتر من حد بيتكلم عن التنمر اللي بيحصل على أولادهم أو حتى عدم قدرتهم على الاندماج في المجتمع. والحقيقة أنه كتير من الناس عندهم فكرة غلط جدا عن مريض التوحد، وخليني بس أقول لكم أنه كتير من العظماء والمشاهير كانوا مصابين بالمرض ده، وأنه المرض ده ما منعش من أن هم يكونوا عباقرة وعظماء في تاريخ البشرية، منهم مثلا ألبرت أينشتاين، بيل جيتس، ميسي، فان جوخ وغيرهم وغيرهم كتير جدا. ولأن الموضوع فعلا محتاج لتوعية كبيرة وفهم أكتر، هيكون معانا دلوقتي مداخلة من الدكتورة هبة طلاق أكرم، أخصائية التخاطب وصعوبة التعلم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي، عاملة إيه؟ الحمد لله. في البداية دكتور، عايزين نعرف من حضرتك إمتى نقول إن الطفل ده مصاب بمرض التوحد؟ بصي، هو إحنا عندنا أعراض، منهم إن بيبقى عندنا نقص في اللغة وعندنا نقص من المعلومات، دي حاجة أساسية، ومعاهم شوية أعراض تانية. شوية الأعراض دول بقى إن الطفل ده عنده ضعف في التواصل البصري، بيلف الألعاب، مش قادر ينتبه زيه زي غيره ولا يلعب بالألعاب زيه زي غيره، بيبص الحاجات بتلف أو هو بيلف حوالين نفسه. الأعراض التانية جنب نقص اللغة والمعلومات هم دول التوحد. طيب دكتور، هل التوحد ده مرض الطفل بيتولد بيه ولا دي حاجة مكتسبة؟ يعني ساعات بنسمع ان مثلا يقولك الطفل ده اتصاب بمرض التوحد بسبب ان اهله مثلا ما كانوش مركزين معاه، ما فيش حد كان بيتكلم معاه كتير، ما فيش حد كان بيديله اهتمام قوي. هل ده فعلا حقيقي ولا لا؟ هما الاثنين، بس الاساسي في الاثنين هو الاستعداد. يعني هو مولود اصلا عنده الاستعداد، يا اما البيئة زودته يا اما هو كده كده عنده الاستعداد الجيني ده وهو هيكمل توحد. فالاثنين يعني مش حاجه واحده، الكلام ده صح. اوكي، طيب امتى الاعراض بتبتدي تظهر على الطفل؟ يعني سن كام تقريبا؟ بصي، هو بقول ان الطفل ده عنده توحد عند 3 سنين. الاعراض بتظهر في من وهما مواليد خالص، شهور شهر وشهرين، وفي بقى الثلاث ارباع او الاكثر يعني من 12 شهر ل 18 شهر، يعني من سنه لحد سنه ونص. دول اكثرهم بيبان الاعراض. وهنا بقى يا اما اتدخلت الاسره بدري والموضوع فعلا انتهى تماما وكمل طفل عادي، يا اما اتدخلت والاعراض كملت بس بقى افضل نوع من انواع التوحد، يا اما الاهل سابوه واستنوا عند ال3 سنين خلاص بقى توحد وبرضه ليه فرصه انه يبقى كويس بس محتاج شغل اكتر من اللي اتدخله هو قبل ال3 سنين. هل فعلا انه نسبة الأطفال الذكور اللي بيصابوا بيه أكتر من البنات؟ فعلا إن الذكور هم أكتر تعرض للتوحد من البنات لسببين. أول حاجة إن التوحد بيبقى موجود عند الولاد في حتة معينة من الدماغ عكس الحتة اللي بتبقى موجودة عند الإناث، دي أول حاجة. تاني حاجة إن الطفرة الجينية بقى اللي بتبقى موجودة عند الذكور أقل، الطفرة الجينية مطلوبة عشان يبقى فيه توحد عند الإناث. عشان كده فعلا في الذكور أكتر من الإناث. طيب إزاي الأسرة نفسها تقدر تتعامل مع مريض التوحد وتوصله إن هو يكون شخص طبيعي وعادي؟ هي لازم بقى الأسرة هنا تقف واقفة مع نفسها وتقول أنا فعلا أقدر أخلي طفلي ده أحسن حد في الدنيا، طول ما هي مصدقة إن ربنا إداها الحاجة اللي هي تقدر تخليها كويسة وعمالة تشتغل عليه هيبقى كويس. تكون هي بقى مش مأمنة، خايفة، السلبية اللي حواليها مأثرة عليها كده، هي مش بتقدر تساعده طبعا. طب يا دكتور، احنا يعني عايزه اعرف من حضرتك ايه الخطوات. انا دلوقتي مثلا لا قدر الله عرفت ان في طفل معين عنده حاله توحد، ايه الخطوات اللي احنا بنعملها عشان نقدر نساعده؟ بنروح فين الاول؟ بنكلم مين؟ بنعمل له ايه؟ طب عمره ايه؟ قبل ال3 سنين ولا خلاص اتشخص توحد؟ نتكلم في الحالتين، لو هو كان قبل 3 سنين او لو كان بعد. هو لو قبل ثلاث هو في الحالتين بنروح مركز تنميه مهارات، دي اول حاجه. بس لو قبل 3 سنين هو انا ما اقدرش، يعني ايه يا دكتور مركز تنميه مهارات؟ ممكن حضرتك تشرحي لنا اكتر؟ يعني الناس تروح فين؟ مركز تنميه مهارات بيبداوا يقيموا الطفل، بيشوف فعلا هل عنده الاعراض اللي بتقول فيها انه بدايات توحد لو قبل 3 سنين، او هو بقى 3 سنين وعنده الاعراض فبقى توحد. هنا بقى بنبدا نشتغل عليه حاجه اسمها تدخل مبكر. التدخل المبكر ده هي بتتدخل في مهاراته وشخصيته وتكوينه
وكل الحاجات الغلط والحركات الغلط اللي بيعملها اللي هي حركات بقى التوحد بتبدأ لو قبل الثلاث سنين والله بتختفي تماما قبل الثلاث سنين، ممكن خالص يبقى طفل عادي جدا. يعني لو احنا اكتشفنا قبل الثلاث سنين بيكون نسبة ان هو يتعافى اسرع واحسن وبتبقى بنسبة كبيرة. اوكي. انا معايا دلوقتي طفل سنة وثمان شهور كان جاي لي ممكن من ثلاث شهور طفل توحد، بس طبعا بدايات قبل ثلاث سنين هو مظبوط، فجاي لي ممكن سنه وثلاثه حاجه كده. دلوقتي احنا بنعالج بس نقص المعلومات اللي عنده، بقى بيقول ماما وبابا وماما وبو، فاضل بقى بنعالج المعلومات اللي عنده. ليه؟ عشان جاي صغير. طيب بس برضو في حاجه ممكن يجي لي في نفس العمر ونشتغل معاه ونعمل اقصى جهدنا وما نقدرش نطلعه بره دايره التوحد. خلاص بقى هو كده ده جيني بقى. بس دول قلة جدا، قلة قليلة جدا، واحد وسط مثلا 10 بيجوا لنا صغيرين. اوكي. طيب في حالة لو هو فوق الثلاث سنين. فوق الثلاث سنين بقى خلاص ده توحد. فبنبدأ بقى نتعامل مع الأعراض اللي عنده على إن هيروح عرض يجي لي غيره، هيروح عرض يجي لي غيره، وهطور لغته وهطور التعامل بتاعك والتفاعل بتاعك والتواصل بتاعك، وهيفضل يتطور بس هيفضل دايما عنده إيه أزمة التواصل شوية. شوية علامات كده بسيطة جدا، بس ده فرق انه راح مركز وهو صغير غير اللي تشابه غير اللي ما راحش. هل معظم الناس يا دكتور اللي بيكون عندهم مرض التوحد بيكون عندهم مهارات خاصة؟ طبعا طبعا طبعا، بس هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان المهارات اللي بتبقى عندهم دي هو برضه شغال جلسات، هو مش هيبقى قاعد في بيته كده ويدخل على مامته بيحفظ كويس او بيرسم كويس او بيلون كويس، لا هو احنا شغالين عليه. فاحنا شغالين بنلاقي قدره كده هو بيحبها قوي، مثلا بيحب الرسم فهو عنده الاستعداد. البيئه بقى مامته والمتخصص اللي معاها ساعدوه ان القدره دي توضح قوي، وهنا بقى بنلاقي احسن ما عند الطفل ده وهو حتى بيبقى مبسوط. هل الطفل اللي عنده توحد يا دكتور ساعات بيقولوا ان هو بيكون ساعات اذكى بكتير من الطفل الطبيعي؟ ده حقيقي. هي الفكره في ايه؟ انه بيبقى عنده مناطق في الدماغ اعلى بكتير قوي من الطفل العادي اللي هو كويس كله عادي، لكن هو عنده منطقه اعلى بكتير. ده حقيقي. طيب هل من الصعب ان احنا ندمج مريض التوحد مع المجتمع؟ خالص، سهل جدا. الفكره بس ان تكون في اسره مصدقه. لو في اسره مصدقه ده، انت عندك مثلا ايمن صبور بطل العالم في السباحه، اتفرجي على الفيديوهات بتاعته هتلاقي في دعم مش طبيعي من مامته، وهتلاقي في ايجابيه وتفاؤل في كل فيديو بيحصل، تحسي قد ايه انتوا جمال كده، قد ايه الحياه جميله كده وسهله وبسيطه، احنا معقدينها ليه؟ لان في اسره مامنه قوي بالطفل ده. طب لو هي بقى خايفه عليه وقافله عليه ومش انا خايفه عليك من الناس، هيقولوا عليك ايه؟ هيضحكوا عليك؟ ده غلط هنا طبعا. بقى ده غلط جدا، هي كده بتدمره بدل ما تخليه يتفاعل ويتواصل مع الناس عادي. ايه اكبر المشاكل اللي بتواجه مرضى التوحد مع المجتمع يا دكتور؟ هو احنا عندنا ثلاث فئات كده في المجتمع، هم قله قليله جدا، الفئات دي قلت جدا عن زمان. احنا عندنا ثلاث فئات، في فئه دايما ضد الطفل التوحد، ما تلعبوش مع ده، ما تتكلموش مع ده، دي ضد. وفي فئه ثانيه اللي هو صعبان عليهم بقى، يا حبيبي معلش تعالى اعمل لك. والاثنين غلط طبعا. الاثنين بيدمروا. وفي بقى الفئه الثالثه بقى اللي هي تستغل الطفل التوحد، زي في المسلسل حاله خاصه اسمه ايه، عز. ايوه، عز اللي بيستغل نادين. دي ده شخصيه مستغله بتبقى موجوده برضه في المجتمع، بس اكتر اثنين موجودين هم اللي ضد واللي بيستعطفوا او دايما يقولوا انه انت يا حبيبي معلش ويا حرام. طبعا الاثنين دول مش بيحبهم طفل التوحد. طيب محتاجين من حضرتك يا دكتور تدينا رساله بسيطه وقصيره للمجتمع تكلميهم فيها عن مريض التوحد، تقول لهم ايه؟ هم اطفال التوحد مش محتاجين من المجتمع غير انهم يتقبلوه زي ما هو، ويساعدوه انه يبقى موجود عادي من غير ولا استعطاف ولا انهم يبقوا ضده، هو مش عايز انه يحس انه بني ادم عادي وسطه. دكتوره هبه طلاء اكرم، اخصائيه التخاطب وصعوبه التعلم، نشكر حضرتك جدا على المداخله.